يشهد معرض أهلا رمضان بمدينة الخرجة بالوادي الجديد إقبالا كبيرا من المواطنين بهدف شراء كافة مستلزماتهم من السلع الغذائية الأساسية وكذلك السلع الغذائية الخاصة بشهر رمضان الكريم. يهدف المعرض لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية المطابقة للمواصفات بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، وذلك في إطار تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين. شاكرين على اللي انتم بتعملوه للمواطنين في اول شهر رمضان، على دوم شهر رمضان، وكل سنه وانتم طيبين. معلد اهل رمضان والسلع حلوه، وانا جاي اشتري سكر وزيت، اسعارنا حلوه ورخيصه. لا جميله وموفر لنا كل حاجه وتمام، مليحه مش وحش شغاله. طبعا احنا بنشكر السيد المحافظ على المبادره الجميله دي، انه وفرت لنا جميع المنتجات في مكان واحد وباسعار احلى من بره. تمام، بنخش نجيب منتجاتنا كلها من مكان واحد. الاسعار مختلفه عن بتاع سعر الجمله، مختلفه عن، وفيها متوفر كل حاجه، كل الخامات وكل الاسعار، الحمد لله يعني.